وبنروح الحين والحديث عن هالموضوع بشكل أكبر. نرحب بضيفنا اللي انضم إلينا عبر الهاتف الخبير التقني أحمد الزرعوني. مساك الله بالخير وحياك الله في مساء الإمارات. مساك الله بالنور يا مرحبا بكم. مرحبا بك. أحب طاقتك وما شاء الله عليك يا أحمد. يعطيك ألف عافية. طبعا الحمد لله دائما الإمارات عودتنا على أن نكون في المركز الأول وفي المراتب الأولى في كل المجالات. اليوم كيف تقرأ هذه الدراسات والنتائج اللي توصلت إليها ولا توصلت إليها؟ أول شيء طال عمرك نحن في دولة الإمارات نتمتع بشيء فريد من نوعه، وهو أن عندنا من مختلف الجنسيات والثقافات، وتقريبا إذا ما خاب ظني كان يمكن 212 جنسية. نعم. موجودة في دولة الإمارات، يبقى ربما يكون أكثر عن ذلك. نعم. وأغلب هذيلا من فئة الشباب، يعني أغلبيتهم من فئة الشباب وشوية يعني تقدر تقول بلس and minus. نعم. ولكن هذه الشريحة تمتعت بأن بين بعض في تواصل، وكأنهم شعب واحد وخليط واحد. صحيح. وطبعا هذا طبعا يعني بجهود كبيرة من المؤسسات وغيرها، من يعني حتى الأفراد اللي موجودين عايبنهم هذا الشيء، عايبنهم هذا الخليط، عايبنهم هذا التنوع، تجد من كل الأشكال وكل اللي هذا. نعم. هذا طبعا ساهم أن نشوف أن الدراسات تكون وايد عالية. ليش؟ لأن هذيل كلهم من الفئات اللي تستخدم التكنولوجيا. نعم. وطبعا الحمد لله احنا عندنا الجاهزية الكبرى على مصاف الدول العالمية، وحتى تفوقنا عليها بأمور كثيرة. من ضمن هذه أن كافة الخدمات الحكومية كلها متوفرة على الهاتف. صحيح. فصارت الخدمات الحكومية اليوم على مدار الساعة طوال السنة بدون إجازة، فهذا شيء يحتم على أن الشعب يكون متصل على الهواتف الذكية شاع مبا. خلاص يعني صار هذا هو التوجه الرئيسي لهذا الشيء. ونشوف نعم. نحن يعني شيوخنا الله يحفظهم موجودين على التواصل الاجتماعي ويكتبون ويشاركون، وفي منهم بعد يرد على الناس ويسولف وياهم. فيعني تعرف صارت هذه ثقافتنا، صارت هذه ثقافة أن الكل عنده أكثر. نعم. من شبكة تواصل اجتماعي. نعم. تويتر، فيسبوك، وتيك توك، ويوتيوب وغيره. صحيح. من الشبكات. أستاذ أحمد، طبعا نحن ذكرنا في الاستعراض أن الباحثون توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال تحليل استخدام منصات الوسائل الاجتماعية وأيضا اشتراكات النطاق العريض الثابت وغيرها من الخطوات. لو ممكن تفسر لنا أكثر كيف تقوم عملية التحليل هذه؟ طبعا اليوم شبكات التواصل الاجتماعي عندها شيء يسمونه API، هي مداخل للبرمجيات الطرف الثالث انها تدخل عليها. فهذه البرمجيات في مؤسسات خاصه في الاحصائيات العالميه، وهي تكون مستقله في اتخاذ القرارات واتخاذ الاعلانات، وهي طبعا يعني تبيع هذه الدراسات اللي تسويها، فمصدر دخلها من وراء بيع التحاليل والدراسات والتفاصيل اللي فيها. نعم. فهم شو يسوون؟ بين فترة وفترة يعلنون عن نتائج عامة، هي نتائج بابليك. فهذه النتائج العامة تعمل لهم مثل تسويق، أن إذا يبغي حد يأخذ تفاصيل الدراسة يشتري من عندهم. نعم. فلذلك نجد أن هناك الكثير من الدراسات مثل هذه تقوم، طبعا شركات عالمية موجودة في كل دول العالم، وبعدين الدراسات الأخرى تكون من ضمن الإعلانات اللي تعلنها هيئات تنظيم الاتصالات في مختلف الدول. نعم. فمثلا اليوم نحن نشوف الحمد لله دولة الإمارات في عندنا تغطية للفايبر اللي هو الألياف الضوئية تقريبا في كل البيوت، في كل المدن الرئيسية تقريبا نسبة التغطية 100%. نعم. وعندنا كذلك تغطيات الـ 5G وتغطيات الـ 4G بنفس الشيء النسبة 100%. فهذه الدراسات كلها يعني كثير منها موجود أونلاين، وكثير منها موجود بالتفصيل من شركات تعتبر شركات مستقلة 100%،
وما حد يقدر يأثر على الإحصائيات اللي فيها. جميل. وطبعا يعني اللي يمدك على مصداقية هذه الشركات أن يعني ما تجي الدولة هي رقم واحد في كل شيء، ما يستوي. صحيح. تحصل هذه في رقم واحد في هذه النقطة، والثانية رقم واحد في النقطة الثانية، فهناك يعني يعني تفاصيل في علم الإحصاء مطبقة بهذا الشيء بحذافيرها. نعم. نعم جميل. طبعا يعطيك العافية أستاذ أحمد الخبير التقني أحمد الزرعوني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لكم. يعطيك العافية.